لو ديفينو كات باش نفضوها بين نورا ومنال تقسمنا ليكرون ما يلزمكمش تضحكوا يلا ديفينو كات سيدوم دقيقه ونص بين نورا ومنال شكون يغلب نعيمه انت باش تقرر شكون غلبت لانك الوحيده اللي ما غير عاطفه يلا جو منال راجل شري لمرته في عيد ميلادها كلب عظها يا اخي ماتت في العزاء رجال تاع تونس الكل جات تعزي دار واحد الرجال قالوا يا اخي رجال هذوما الكل يعرفوا مرتك قالوا لي جايين يشريوا في الكلب واحدة من غير مكياج شافت روحها في المراية قالت يكب سعدها الصين حتى المراية يغشوا فيها واحد كي برشا دخل المتحف كسر فاز طايح ويا اخي تكسر جه مدير المتحف قال له عليه هكا اخويا الفاز هذا طيحته راهو من القرن 18 قال له اوف جعتني نسخايلو جديد واحد حب يغزل مرته وقالها تصبحين على خير يا عجوز يا ام الاربعة اطفال قالت له تصبح على خير يلي مكبو حتى واحد فيهم واحد طلبوا عليه إثبات ملكية الدار جايب لهم تصويرته ويدهن فيها قالت لعبة سخونة صفر صفر يلا قالت الرجلها ماذا بيا ترجع كما قبل طلقها ورجع عازب واحدة خايبة ياسر عرست براجل تكرهه كل صباح تغزل روحها في المراية وتقول يستاهل قالت له أنا وانتي واحد قالها شكون البهيم اللي علمك الحساب واحد يكتب في صديق سأله عادل إشهاد كم ستعطي مهراً لزوجتك؟ قال له ولا ما نعرف يا سيدي الشيخ قال له أعطيها على قدر جمالها يا أخي راجل مد لعادل إشهاد 10,000 يا أخي عادل إشهاد رجع له 8,000 تونسي توحش مرت وقالها بدونك ضايع قالت له لبيض ولا لكحل برشا مرت ولدت الثلاثة نتاع الصباح جابت بنية يا اخي تغشش قالت له شبيك قالها نحن ما عندناش بنات يروحوا في الفجيري طفلة مزيانة تعدي في امتحان ما عرفتش تجاوب على حتى سؤال جاها الأستاذ قالها تاخذ صفر ولا نتقابلوا قالت له لا قالها مالا نتقابلوا عام الجاي في نفس الكلاس انا راه والله شادة روحي من الضحك مش عنه كاتلي تحكي فيهم على خاطرني قاعدة نغزلك مرأة عزوزة لحظة ورقة صفراء استفزاز المنافس ما عندكش الحق مرأة عزوزة قاعدة عند صاحبتها قالت لها يا صاحبتي العزوزة اقعد تعشى بحذي قالت لها ليه ما نجمش والله ماشية البنتي عاملة ريجيم وانا نحب نذوق منه شوية قالت له حبي اعطيني تليفونك قالها باهي عنقني قبل قالت له علاش قالها خاطر باش نتوحشك نورا نورا تعرف تماتم كي تعطش تقول كي تشط منال طاحت حاجة ما طاحت الضمار بتاعي عندك ورقة صفراء في إيطاليا مرات برعت في كلية رجلها كان صار سامحني كلية 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 مرات برعت بكلية رجلها كلوة كلوة وش صحيح كلوة رجلها كان صارت في تونس راهو قالها ما دامك تبرعت لي اكيد تبرعت لغيري فارت اموح سالوه قالوا له كي تكبر شو تحب تطلع قالوا نحب نولي سوغي بيسي واحد طلق مرته بعد جمعتين توفى ابوها ورثت 25 مليار كلمها قالها راني حبله فما وزغه نجح ولدها في الباك خذيت له حيط